يعطيك العافية. قالوا لي ان انت ام شهيد. اي والله وبرفع راسك الحمد لله رب العالمين. وانت مشاركه دائما بالفعاليات بالمظاهرات مظاهرات حرائر حمص مستمره مع الاحرار والحرائر دائما ان شاء الله حتى اسقاط النظام. يعني هلا نحن صرنا اسعار النظام على ما اظن انه ما عاد له شرعيه، بمجرد اي من اول قطره دم نزلت ما عاد في له شرعيه النظام. ايه نحن ما بدنا بس نسقط النظام، بدنا نشيل الرئيس كمان، بدنا نغير الحكم كله، هذا الحكم كله ما لازمنا، ما بدنا اياه. ابنك كيف استشهد؟ والله ابني اجى الامن لعنا، دخلوا على البيوت وعملوا مداهمه علينا، الامن طبعا الامن تبعوت الاسد، قوات الاسد. قوات الاسد هن ليش امن؟ قوات الاسد اجوا لعنا عملوا مداهمه بالحاره، ضربوا علينا قنابل على بيوتنا، وقعت عندي بالبيت قنبله، وابني اجت قنبله بسماريه، اسعفوه على المشفى وراح الامن قوات الاسد اخذوا يعني من المشفى. ما يعني ما العصابات المسلحه مثل معمول التلفزيون السوري وقناه الدنيا؟ لا عصابات مسلحه هن عصابات الاسد. طيب مين حاميكم هون؟ مين حاميكم؟ نحن الله حامينا والجيش الحر هذا اللي حامينا. يعني عندكم ثقة بالجيش الحر؟ طبعا عندنا ثقة بالجيش الحر، وخصيصا هلا بعد ما عرفنا انه هون الحارة تحررت بعد تحرير مستوصف بعد ضريب من قوات الاسد، كيف الوضع بالحارة؟ حاميكم جيش الحارة امان؟ حامينا صار في امان، لكن انا جاي من حارة لحارة. الله يعطيك العافية يا رب والرحمة للشهداء. بدي اقول لك كلمة، بدي اقول له لهذا الاسد الكلب تبعنا، ابني اسعفوه على المشفى ما 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 داووه. 3 ايام بده نقطة مي ما عطوه نقطة على انه مشفى؟ على مشفى العسكري بالوعد. مشفى العسكري اللي هو ملقب بحمص المسلخ العسكري طبعا. طبعا وفي هدول المستخدمين الكلاب كمان جماعتي للكلب الاسد صاروا يقتلوهم بالقشاطات، وباذن الله باذن الله انا مشاهدي الله بس توصل لايدي وحده من هالكلاب لاقتلها بالقشاطه مثل ما قتلت ابني. وبده مي 3 ايام ما يعطوا دمعه مي، وان شاء الله يا بشار تتلقاها باولادك، وبعد ما بتشوف اولادك قدامك امك بتشوفك الك ولاخواتك كمان بالارض، مثل ما تفجعت على باسك كمان هي بتشوفهم قدامك. قولوا امين يا رب. امين. تتلقاها باولادك.